السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعم للقناة، اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هنتكلم عن عشبة ممتازة جدا. العشبة ديت اسمها اكليل الجبل. هنقدم بالعشبة ديت وصفة لعلاج الغازات والانتفاخات في البطن، تعالج كتير من المشاكل اللي موجودة في المعدة ومشاكل اللي موجودة طبعا في الصحة العامة للإنسان. العشبة ديت موجود منها أوراق خضراء وأوراق غضة بالمنظر ده. أنا لفيت كتير في مصر هنا عشان أقدر أتحصل على الأوراق الخضراء، ما قدرتش إن أنا أتحصل عليها، فطبعا هقدم لحضراتكم الوصفة بالأوراق الغضة، واللي غالبا هي موجودة بنسبة كبيرة عند العطارين. كتير من السيدات بيعرفوها لأن هي بتستخدم كتوابل للطعام. هي لها أكتر من اسم، اسمها إكليل الجبل، واسمها روز ماري، واسمها حصى اللبان. هي من النباتات اللي ليها رائحة عطرية، رائحتها جميلة جدا وبتحتوي على زيوت طيارة. تعالوا مع بعض أشرح لحضراتكم إزاي نعمل بالعشبة دي وصفة لعملية علاج الغازات والانتفاخ في البطن. طريقتها سهلة جدا. أنا هاخد من العشبة دي مقدار معلقة شاي صغيرة، وهبدأ إن أنا بعد كده أزود ليها بعض من المية الدافية. بعد كده انا هسيب العشبة دي في المية لمدة 10 دقايق وربع ساعة، وهغطي الكوباية بمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت علشان المكونات والزيوت الطيارة وكل الخلاصة اللي موجودة في الروز ماري او كيري الجبل تفضل معبية في الكوباية لحد ما اجي استخدمها. ممكن نضيف لها اليانسون وممكن نستعملها بمفردها. هاجي بعد ربع ساعة وهبدأ أشرب المشروب دوت. المشروب ده نشربه كل يوم لمدة شهر، وبعد كده نتعود عليه، لكن يبقى يوم بعد يوم أو من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع. المشروب دوت يا جماعة مفيد جدا. أول حاجة موضوع حلقتنا النهاردة هو إن هو بيعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، فبيعمل على طرد الغازات من البطن وبيعالج الإمساك، وله دور كبير جدا في علاج قرحة المعدة، وبيقتل جميع البكتيريا والجراثيم الموجوده في الغذاء الفاسد. بالمشروب دوت مفيد جدا في عمليه علاج الجهاز التنفسي من الالتهابات والامراض الناتجه عن البرد والرشح والانفلونزا والسعال. علشان كده يفضل نكتر منه في فصل الصيف، في فصل الشتاء، او في حاله وجود اعراض للبرد عند الشخص يبقى يستعين بالمشروب دوت، رائع جدا. بيقاوم الامراض السرطانيه وبيحمي الخلايا والانسجه من الاورام الخبيثه. طبعا بيكافح سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الدم وكتير جدا من انواع السرطانات لا احتوائه على مضادات الاكسده. المشروب دوت بيعالج امراض الفم وخصوصا التهابات اللثه. الفائده الجميله جدا فيه ان هو بيحسن من الذاكرة، بيقوي الذاكرة بشكل كبير جدا، ويعتبر محفز قوي لخلايا الدماغ، وده بسبب احتوائه على حمض. الحمض دوت اسمه كارنوسيك أسيد. الحمض دوت بيعمل على تقوية وتنشيط الذاكرة بشكل رهيب جدا. بيعتبر من أهم المشروبات المقاومة للزهايمر وخصوصا عند التقدم في العمر، وبيحمي الجهاز العصبي وبيخليه أكثر قوة وقادر على الاستجابة للمؤثرات الخارجية. بيكافح الشيخوخة المبكرة، وده علشان بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتمنع تلف الخلايا وبتخليها متجددة باستمرار. المشروب دوت يا جماعة رائع جدا. كتير من الناس ممكن يعرفوا معلومة ان هو فعلا بالفعل بيعمل على مكافحة مرض الزهايمر. يعني الإنسان العادي لو استمر على المشروب دوت من بدري وبدون ما يكون فيه يعني أعراض لأي مرض من أمراض الشيخوخة، المشروب دوت بيبطئ من عملية ظهور الشيخوخة بشكل مبكر. لكن في نهاية الحلقة حابب أقول لحضراتكم حاجتين. أول حاجة بالنسبة للسيدة الحامل، لازم إن هي تبتعد تماما عن مشروب إكليل الجبل، لأن المشروب دوت له قدرة كبيرة على إحداث انقباضات في الرحم بتؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.
فينصح ان هي تبتعد الحامل عن مشروب بتيجي الجبل تماما. بالنسبه للامر المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، ما يشربوش مشروب بتيجي الجبل، واللي بياخدوا ادويه لسيوله الدم، ادويه اللي هي ادويه تجلط الدم، بيبتعدوا تماما عن المشروب دوت. وطبعا لو في حد بيعاني من امراض مزمنه، يجب ان هو يرجع للطبيب المعالج ويستشيره قبل ما يبدا في تناول شراب اكليل الجبل. لكن على كل حال، غير كده الشراب دوت من المشروبات الرائعه جدا يا جماعه، انصح باستخدامه، لان هو بيدي للانسان طاقه جميله جدا، بينشط الذكاء وينشط الذاكره وبيمنع الشيخوخه المبكره، يعني وعمليه تنظيف المعده والقولون. مشروب جميل جدا، تعودوا عليه. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده، هو احنا هنسيبه لمدة ربع ساعة، هو بدأ هو ياخد لون، وبعد كده نبدأ نشربه زي ما قلنا، هنشربه لمدة شهر كل يوم، ممكن نضيف ليه اليانسون، وبعد كده نبدأ ان احنا نشربه يوم بعد يوم، او مرتين او ثلاث مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. اتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، اشكركم على حسن المتابعة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.